أثناء حرب الصحراء طلب هتلر من قائده العظيم روميل أن يبحث له عن رجل يعيش في طرابلس اسمه الشيخ عبد الله. وجاء روميل أنه يوجد في ليبيا ألوف اسمهم عبد الله وفي العالم العربي كله ملايين، وظن هتلر أن روميل يسخر منه فلم يغفر له ذلك. أما الشيخ عبد الله هذا فقد قيل لهتلر إنه أشهر المنجمين في إفريقيا، وإن هذا الرجل وحده هو القادر على أن يقول لهتلر أين ينتصر وأين ينكسر. وكان لهتلر فلكي معروف، وكان يلتقي به في أوقات كثيرة، وكان يستمع إليه، وقد صدقت كل نبوءات هذا العراف إلا نبوءة واحدة، فقد قال لهتلر: إن قواتك سوف تستولي على روسيا، وسوف تصل أنت إلى جبال السماء على الحدود الفاصلة بين الصين وروسيا، وفي هذه الجبال يوجد سر الكون، فهناك نزل أول أبناء كوكب الزهرة، وترك تحت أرضها قطعة من حجر مضيء، وكل من يلمسه فسوف يعيش طويلا وينتصر مدى الحياة. ولم يصل هتلر إلى جبال السماء، ولكنه حاول، والذي قاله الفلكي لهتلر لم يكن تخريفا كله. فمن المعروف عند الهنود وأهل التبت أيضا أنه يوجد في الشمال جبل أو مكان مرتفع اسمه كانشان، أي جبل السماء، وأن هذا الجبل كله قد نزل من السماء. ولكن الأبحاث الأثرية تؤكد أن بعض الآثار والنقوش في كهوف هذه الجبال تقطع بأن له صلة بالسماء أو بكائنات هبطت من السماء. إن هناك نقوشا كالتي وجدوها على بوابة الشمس في بيرو، أي رسومات لسفن فضاء أو سفن هوائية. ويبدو أن فلكي هتلر قد خشي أن يقول له إن هناك كارثة تنتظر العالم كله، وإنه من الأفضل له أن ينجو بنفسه أو ينجو مع عدد من رجاله. فقد نشرت الصحف الأوروبية نبوءات كثيرة لعرافين تؤكد نهاية العالم، فقد ظن بعض العرافين أن الحرب العالمية الثانية هي بداية النهاية. فلما انفجرت القنابل الذرية تأكد لكثير من الجمعيات السرية وللرهبان في أديرة التبت والهند أن هذا هو الطريق إلى النهاية، وأن وثائقهم السرية قد حدثتهم عن ذلك منذ وقت طويل. وقبل انفجار قنبلة هيروشيما أعلن أحد المنجمين الهنود نبوءة نشرتها كل الصحف الكبرى أن النار سوف تشتعل بصورة نادرة في اليابان، وبعد ذلك سوف تتكرر هذه النيران في أماكن كثيرة، وأن هذا بالضبط ما حدث قبل 40,000 سنة. وعلى الرغم من أن الصحف العالمية قد نشرت هذه النبوءة، فإن أحدا لم يعلق عليها بشيء، وربما كان سبب نشرها ما يكنه العالم كله من احترام لعلماء السحر الهنود. ثم كان أول انفجار ذري مهلك في التاريخ، أي في تاريخ حضارتنا هذه، وأحس العالم كله أن الإنسانية في طريقها إلى الهلاك، ولذلك ازداد شعور الناس بالنهاية، وأن الإنسان سوف يقضي على نفسه كما قضى على نفسه قبل ذلك 20,000 من السنين، وأن هذه النهاية هي التي جعلت سكان الكواكب الأخرى يهبطون إلى الأرض يحذرون العقلاء من الناس، أو جعلتهم يهاجرون إلى كواكب أخرى، أو هي التي جعلتهم يتركون بعض الآثار التي تدل على أنهم كانوا هنا وهلكوا، أو أنهم فجروا مخزونهم من الأسلحة النووية. وفي سنة 1961 قرر عدد من العلماء الإنجليز أن العقل يحتم عليهم أن يقيموا مخابئ ذرية، وأن هذه المخابئ ليس من المعقول أن تتسع لكل الناس، وإنما لبضعة ألوف فقط. ودارت مناقشات حول كيف يمكن اختيار هذه الألوف، وهاجمت الصحف الدينية هذا المشروع العلمي الجاد لأنه يقوم على الأنانية المطلقة
وعلى التفرقة التامة بين الذين يجب أن يعيشوا بعد الكارثة الكونية وبين الذين يجب أن تقضي عليهم هذه الكارثة. ولكن الشركات الأمريكية عرضت نماذج للمخابئ ضد الغارات النووية، بل إن مؤسسة روكفيلر قد أقامت لموظفيها وعددهم 15,000 نسمة مخبأ ضخما فخما. وأعلنت الصين أنها لا تخاف من هذه الانفجارات النووية لأن قانون الأرقام سوف يكون في صالحها دائما، فعدد سكان الصين يساوي 38% من سكان العالم، ومهما نقص عدد سكانها فسوف تبقى بضعة ملايين كافية لاستئناف الحياة من جديد. وأحس العلماء أنه ما دمنا قد قاربنا نهاية العالم فيجب أن نقاوم وأن نحرص على الصحة الجسمية والعقلية. وقد أعلن الدكتور كار فريدمان الكيميائي المعروف أن 80% من الأدوية التي يتعاطاها الإنسان ضارة، وأن كل المهدئات ضارة وكل المنبهات ضارة، وأنه من الخير لإنسان أن يفيق بصورة طبيعية حتى لا يعيش مشوه الجسم والنفس. وقد أيده العلماء اليابانيون بأرقامهم، ففي اليابان يولد كل سنة 100,000 طفل مشوه بسبب الإشعاعات الذرية. ويؤكد علماء اليابان أيضا أن نسبة عالية من النساء يلدن قبل الأوان، وأن نسبة عالية من المصابين بكسور عظامهم لا يشفون بسهولة. ومعنى ذلك أن العظام قد أصبحت هشة أكثر مما يجب. وفي سبتمبر سنة 1960 وقفت حكومة المكسيك أمام لغز طبي أو علمي محير، واستدعت الأطباء والعلماء وعرضت عليهم أن عددا من المواطنين الأمريكان والمكسيكيين لهم شكوى واحدة، أنهم يشعرون بالنار في أجسادهم، وأن جلودهم قد التهبت وازداد لونها احمرارا، وأنهم يصرخون ليلا ونهارا. ورفضت حكومة المكسيك أن تسمح لهؤلاء الناس بالدخول إلى أراضيها، وإنما عزلتهم في الصحراء. وعرفوا السر، أن هؤلاء الناس قد عاشوا طويلا في صحراء نيفادا حيث تجري الانفجارات الذرية. وفجأة سقطت الأمطار مشبعة بالتراب الذري، وسقطت على هؤلاء الناس وأصابهم هذا بالالتهاب المزمن، والذي قضى عليهم وعلى عدد كبير من الحيوانات والنباتات بعد ذلك. وفي أكتوبر سنة 1960 فوجئت حكومة غواتيمالا بأن قرية اسمها ألبيتن قد سكتت فجأة. معظم سكانها نقلوا إلى المستشفيات، ومئات منهم ماتوا في أيام متوالية، ولم يعد في القرية إلا الخنازير وبعض الطيور. ولم تجد غواتيمالا تفسيرا، ولكن أحد العلماء اليابان هو الذي فسر هذه الظاهرة. فهناك نظرية تقول إن تيارا هوائيا عالميا يدور حول الأرض بسرعة كبيرة، وهذا التيار يعرفه الطيارون، فإذا أراد أحد الطيارين أن يكسب بعض الوقت فإنه يرتفع بطائرته إلى هذه المنطقة الهوائية. وهذه المنطقة أصبح اسمها الآن وادي الموت، ففي هذا الوادي يتجمع الكثير من الإشعاع الذري الذي يتخلف عن قنابل صحراء نيفادا الأمريكية وصحراء منغوليا السوفيتية، وتدور الذرات حول الأرض. وشاءت الصدفة أن تكون قرية بيتن عند منحدر هذا التيار المميت، فسقط عليها هذا الرماد الذري فجأة فهلكت كلها. وقد ضاعف ذلك شعور الناس بالفزع وإيمانهم القاطع بنهاية العالم، فهم يرون نهايات كثيرة لمدن وقرى وأناس فجأة ودون أن يستطيع العالم إنقاذهم. وفي سنة 1960 أيضا تنبأ أحد العلماء الألمان بأن نهاية العالم سوف تكون يوم 14 من يوليو، وتهيأ العالم كله لهذه النهاية، وهرب الناس إلى الجبال. وجاء أحد الرهبان الفرنسيين وأعلن أن النهاية سوف تكون في هذا اليوم، وأن السماء
قد ضاقت بهذا الإنسان الشرير، وجمع الناس في كل بلاد الدنيا ثرواتهم وهربوا بها إلى الكهوف. وجاء يوم 14 من يوليو سنة 1960 ولم يقع شيء، وأعلن الرجلان أنهما لم يحسنا التقدير وأن خطأ في الحساب قد وقع، واستراح الناس إلى هذا الخطأ. ولكن بعد 6 شهور أخرى، أول فبراير سنة 1961، أعلن أحد علماء التنجيم الهنود أن نهاية العالم قريبة جدا، وازداد فزع الناس وأحسوا أن النهاية محتومة، وليس على الناس إلا أن يهربوا إلى الجبال أو أن يهربوا إلى الهند نفسها. ولما سئل العالم الهندي عن شكل النهاية، قال إنه لا نجاة منها، فسوف تصطدم كواكب المجموعة الشمسية بعضها ببعض، ويتحول الجميع إلى ذرات في الكون، وعلى كل إنسان أن ينتظرها في أي مكان. ومضى اليوم المحدد دون أن تصطدم الكواكب بعضها ببعض. وفي كل تاريخ الشرق والشرق الأوسط كان هذا الشعور، وكان الذين يتنبؤون بذلك أناسا يعيشون دائما عند خط عرض 30 شمالا. وظهر أيضا دجالون وأدعياء للنبوة في التبت والهند والشرق الأوسط، ولكن العلماء الجادين جدا يرون أن هذا الذي يقوله المنجمون لا يمكن أن يكون كذبا، لأن هناك ما يدل على أن الأرض كلها تدخل الآن مرحلة فلكية جديدة، وأن هذا مؤكد علميا. فالعلماء السوفييت لهم نظرية بأن هناك جبالا بركانية نشطة تحت المحيط المتجمد، وأن هذه الجبال تلقي بحمم ملتهبة على شكل سيول صخرية، أو تظهر على شكل صخور ناتئة، أو على شكل جزر. وجزر هاواي كلها هي عبارة عن حمم بركانية. والعلماء الأمريكان يرون أن هذه الزلازل العنيفة في أنحاء العالم تؤكد أن الأرض لم تهدأ ولم تستقر، ويبدو أنها لن تستقر، وأن الزلازل سوف تزداد عنفا. ففي هذا القرن حدثت هزات عنيفة قضت على المدن ومئات الألوف من الناس، وفي أماكن مختلفة من العالم. ففي سنة 1902 حدث انفجار بركاني في مونتيبلييه ضحاياه 30,000. وفي سنة 1906 انفجر بركان صقلية ضحاياه 76,000. ويقدر الهولنديون أن بلادهم سوف تغمرها مياه بحر الشمال سنة 2050، ولذلك يجب أن يرفعوا السدود. وكذلك السويد وإسبانيا يجب أن تحتاط في مواجهة المحيط الأطلسي، فالمقاييس تشير إلى ارتفاع ماء المحيط عاما بعد عام. إن هناك شيئا مخيفا آخر يجري تحت مياه المحيطات والبحار. ونعود إلى الأساطير والوثائق القديمة. تقول إحدى أساطير الأنكاس في أمريكا إن الناس كانوا يشربون الماء الحلو من المحيط المالح، وأن بعض الأسماك كانت تطفو ميتة، وأن هذه الأسماك قد سقطت من السحب. وتفسير ذلك أن الزلازل كانت تحطم الأنهار وتغير مسارها، وأن مياه الأنهار كانت تتدفق كلها في المحيط، وأن ماء النهر من الممكن أن يظل حلوا مسافات طويلة، وأن أسماك النهر إذا اتجهت إلى ماء البحر فإنها تموت. ولكن ظاهرة وجود ماء حلو وسط الماء المالح مألوفة وموجودة في أماكن كثيرة من العالم، وأشهرها منطقة الخليج العربي. أما سقوط الأسماك من السماء فيمكن تفسير ذلك بأن بعض الأسماك تقفز أحيانا من النهر إلى البحر أو العكس، ويمكن مشاهدة ذلك في أماكن مختلفة من العالم. ولكن الأسماك التي تتحدث عنها الأساطير تؤكد أنها على شكل سفن بحرية أو سفن لها زعانف السمك، غواصات. أما النقوش العجيبة لهذه الغواصات فهي عبارة عن سفن لها زعانف السمك،
وفي نفس الوقت لها أجنحة الطيور، أي أنها سفن برمائية هوائية أيضا. والإنسان في العصر الحديث قد اخترع طائرات تمشي على الأرض وتطير وتسبح في الماء، ولكن الذي لم نهتدي إليه حتى الآن هو أن تكون لدينا غواصات تحت الماء وتمشي على الأرض وتطير في الهواء أيضا. وتقول الأساطير إن جبالا سقطت من السماء، ولابد أن يكون معنى ذلك أن هذه الجبال قد ظهرت فجأة، والمعقول أن تكون قد برزت من تحت الماء لا أن تكون قد سقطت من السماء. وإن كانت هناك قطع من الحجارة الضخمة لا يبعد أن تكون نوعا من الكواكب الصناعية قد تحولت بفعل الاحتراق الشديد إلى حجر. والذين يذهبون إلى معرض الإنسان في اليابان يجدون زلطة صغيرة مكتوبا عليها: هذه الزلطة هي إنسان حقيقي قد استحال بفعل الانفجار الذري إلى مادة جديدة. وقد لاحظ العلماء شيئا آخر، لاحظوا أن درجة حرارة الأرض فيما بين 1850 و1950 قد نقصت نصف درجة حرارة مئوية، وليس هذا النقص خطيرا، ولكن سوف يصبح خطيرا بعد 1000 أو 2000 سنة، وسوف تصبح الحياة على الأرض صعبة بالنسبة للإنسان مع هذا التبريد المستمر للأرض. وهناك نظرية تقول إن أشعة الشمس أيضا آخذة في الانخفاض التدريجي، فلا أحد يعرف بالضبط إن كان جوف الأرض الملتهب سيحدث تغييرا في سطحها، أو كانت برودة الشمس المستمرة ستحدث تغييرا في سطح الأرض. إن الكاتب الفرنسي مارلين يوفييه يروي لنا قصة أخرى، يقول إنه حضر اجتماعا لجماعة يسمون أنفسهم عباد الشمس. الجماعة تضم عددا من علماء الطبيعة والرياضيات من بلاد مختلفة. عقدوا أول اجتماع لهم في باريس سنة 1955، وأسفر اجتماعهم عن قرارات أكثرها سري، ولكن قرارا واحدا سمحوا له بنشره. يقول القرار: إن الرصاصة قد انطلقت، ولكن لابد أن تصيب الهدف في سنوات قليلة. إن هذه الرصاصة قد انطلقت من الأرض وسوف ترتد إلى الأرض نفسها وتقضي عليها. يقول الكاتب يوفييه إن هؤلاء العلماء يؤمنون بأن الإنسان دخل مرحلة الانتحار، وإن العلم الإنساني يتجه إلى القضاء على الإنسان، وإن قصة فرانكشتاين الذي خلقه الإنسان بيديه ثم قضى على الذي خلقه في النهاية تتكرر الآن على الأرض. وإن العالم الفرنسي الكبير كوري قد أعلن قبل وفاته: إنني سأموت قبل أن أشهد نهاية العالم كله، إنها قريبة ولا شك. وعندما نشر الكاتب الفرنسي يوفييه مقالا يعرض فيه قرارات هذه الجماعة السرية، أصدر الفاتيكان بيانا يستنكر هذا الرعب، بل إن البابا يوحنا 23 وكذلك الطبيب الفيلسوف أشفيتسر قد استنكرا معا أن تكون النهاية قريبة، وأن تكون النهاية مبررا لمزيد من الفساد والانتحار. وأعلن أحد كرادلة الفلبين إن نهاية العالم لا يعرفها أحد، حتى ولا البابا نفسه. ولم يكد هذا التصريح يظهر للكاردينال حتى استنكرته الصحيفة الرسمية للفاتيكان. وعلقت صحف علمية تقول إن الصحيفة الرسمية للفاتيكان لم تستنكر ذلك على الكاردينال لأنه أورد اسم البابا، ولكنه نفى أن تكون هناك نهاية لا يعرفها البابا. فالبابا عنده من الوثائق الكثير، كما أن الفاتيكان عضو في كل الجمعيات السرية السوداء والبيضاء في العالم، بل إن هناك رهبانا من الكاثوليك يعيشون بين رهبان التبت والهند بقصد أن يعرفوا منهم أسرارهم لينقلوها إليه. وفي أوائل هذا القرن تلقى العالم الفرنسي الكبير الأمير لويد بروي دعوة لحضور اجتماع طارئ لجماعة يطلقون على أنفسهم اسم شياطين الأرض، وجعلها الأمير نكتة. وفي إحدى الليالي تقدم إليه أستاذ في السوربون
واعتذر عن الزيارة بلا موعد سابق. ولما سأله الأمير ديبروي عن سبب الزيارة قال له: بسبب الدعوة التي وجهت إليك. وفي اليوم التالي نشرت الصحف الفرنسية اعتذار الأمير ديبروي عن قبول هذه الدعوة، وقال: إنني مريض وسوف أحضر أي اجتماع تعقده الجماعة التي تضم عددا كبيرا من العلماء المحترمين، أعتذر عن ذكر أسمائهم احتراما لرغبتهم. هذه الجماعة غيرت اسمها وجعلته جماعة الغجر، وعقدت اجتماعا موسعا لها في لندن سنة 1938، واختارت رجلا اسمه يوسف سوليس ملكا عليها. ونشرت الصحف البريطانية النبأ على شكل إعلان وبلا تعليق. ولابد أن هذه الجماعة قد أرادت أن تخبر فرعا لها في مكان آخر بهذا الاجتماع. وفي 1955 عقدت الجماعة مؤتمرا سريا في مدينة غرناطة بإسبانيا، ونشرت لها الصحف الإسبانية أن كارثة سوف تقع في البحر الأبيض المتوسط، وأن هذه الكارثة سوف تجيء بعدها كوارث أخرى. وفي يناير سنة 1956 أعلنت الجمعية أن حدثا سياسيا عسكريا خطيرا سوف يقع في البحر الأبيض المتوسط، حدث العدوان الثلاثي على مصر، وأن من واجب أعضاء الجماعة في كل مكان في العالم أن يستعدوا للهجرة إلى أفريقيا في مكان معروف لهم فقط، وأن يتم ذلك في 20 عاما القادمة. ونشرت الصحف الإسبانية وصحيفة واحدة في صقلية وفي هونغ كونغ صورة لسيدة غجرية الملامح تتقدم عددا من الرجال قد ارتدوا البلاط والقبعات والنظارات السوداء وأطلقوا لحاهم وشواربهم. ونشرت الصحف عبارة واحدة تقول: إن صاحبة الجلالة الملكة الفرعونية التي هي من نسل الفراعنة قد زفت أمس إلى واحد من هؤلاء، وإنها لم تشأ أن تحدد من هو ولا ما اسمه، وإن هذا القرار قد اتخذته بعد أن استشارت بعض علماء التنجيم في الهند. وكان واضحا أن هذه الصورة في كل الصحف إعلان مدفوع الثمن، لأنه ليس واضحا ولا مفهوما، ولا بد أن له معنى خاصا عند أعضاء هذه الجمعية في كل مكان. وهناك عبارة هامة قالها العالم العظيم الأمير لوي ديبروي تقول: ليس صحيحا أن العلماء مهما أوتوا من الحكمة ووضوح الرؤية قد احتكروا العلم كله، فهناك أناس لا تملأ منهم العين يعرفون أكثر مما نعرف، ولكننا لا نراهم وهم حريصون على ألا يرونا، ولذلك ظلت أسرار الكون حائرة بين الذين يعرفون ويسكتون والذين يريدون أن يعرفوا ولا يسكتوا. وقد فاتني أن أحضر اجتماعا لأناس يعرفون الكثير دون أن يعرفهم أحد. وفي سنة 1958 احتفلت جماعة الغجر في مدينة غرناطة بهبوط فرعونة جديدة وتوديعها قبل اختفائها 10 سنوات أخرى. ولم يفهم أحد من الذين قرأوا النبأ أين ذهبت الملكة فرعون السابقة، ومن أين جاءت هذه الفرعونة، وإلى أين؟